السباق المحلي الثاني، واليوم هو يوم اللقايا، الموعد مع إقامة 25 شوط، هذا هو الشوط 11، وهذا الشوط خاص بفئة البكار. نتجه إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المركز الأول الدوحة، تعود ملكيتها لحمد بن علي بن حمد آل فهده المري على المركز الأول وفي مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت الظبي لحميد بن راشد بن فالح الشامسي تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم ريمة لحمد بن مطر بن عميره الشامسي على المركز الثالث. النقلة التالية إلى المركز الرابع، ومن تتقدم على المركز الرابع ذروة لحمد بن علي بن حمد بن سلامه الهاجري. المركز الخامس، المتقدمة في المركز الخامس والمتسللة بدورها نوف لمحمد بن ناصر بن حسن الهاجري، ونرجو من أخوان الفائزين بالمراكز الثلاثة المتقدمة الأولى التوجه مباشرة لاستلام مطاياهم الفائزة من نقطة الفحص ومن مكان أخذ العينات، وكذلك نرجو من أخواننا الملاك والمضمرين توضيح أرقام الهجن لكي يتسنى لإخوان المعلقين ولنا التعرف بالشكل الصحيح، وهذا يرجع في نهاية المطاف لكم أنتم يا ملاك الهجن لنعطي كل ذي حق حقه. نرجو توضيح الأرقام. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، هنا ريمة لحمد بن مطر بن عميره الشامسي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول ريمة تسيطر، وهناك مضايقة، هناك مضايقة من أحد المشاركات اللي رقمها محجوب. المركز الثاني اللي تتقدم الظبي لحميد بن راشد بن فالح الشامسي، ومنافسة حامية الوطيس ما بين الظبي وما بين ريمة على اختطاف المركزين الأول والثاني، كر وفر. شوفوا عادت ريمة مرة أخرى لتختطف المركز الأول وصدارة الشوط، وهناك سجال وأيضا حوار ما بين الثنتين، هذه تتقدم وهناك صراع على اختطاف المركز الأول. عادت مرة أخرى، يا سلام، عادت الظبي مرة أخرى لتختطف المركز الأول، وهنا صراع ما بين الشعارين ما بين الظبي وما بين ريمة على اختطاف المركز الأول، ومنافسة حامية الوطيس. تقدمت في هذه اللحظات الظبي، تحركت الظبي لحميد بن راشد بن فالح الشامسي، انتقلت نقلة ممتازة ونقلة نوعية إلى مقدمة الشوط، يا سلام. بينما المركز الثاني بن عمير الشعاره حمد بن مطر بن عمير الشامسي عادت مرة أخرى، يا هشوط يا سلام. عموما نترك المركزين الأول والثاني، نعود إلى المركز الثالث اللي تقدمت وخذت المركز الثالث، وهنا التسلل من قناعة لمحمد بن عبيد بن راشد آل فهيدة على المركز الثالث. المركز الرابع، وأنا تركت المركزين الأول والثاني متعمدة لتستقر أموره ما بين الظبي وما بين ريمة، وهناك منافسة شديدة وحامية الوطيس. المركز الرابع، من تقدمت وتحركت هنا الفهدة لحمد بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس انطلقت الذيبة لمحمد بن صالح بن نصر العامري. هذا هو ندانا مشاهدينا الاعزاء، ولوحة الكيلومتر الاخير لاحت امامنا، وريمة تنطلق لحمد بن مطر بن عميره الشامسي، عصاها قوس ومثبت عليها تثبيت، ولكن الظبي على المركز الثاني، عينها على المركز الاول الظبي، الا تعود ملكية الظبي لحميد بن راشد بن فالح الشامسي. المركز الثالث خطيرة ثالثة، وهنا كوكبة أراها من البكار قادمات بقيادة الفهدة حمد بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري وشعار بالنصرة. أيضا من الجانب الآخر يتقدم مشاهدين الأعزاء على ظهر الذيبة، وهي ذيبة، وصلت الذيبة على المركز الثالث، انطلقت الذيبة لمحمد بن صالح بن نصرة العامري، وأيضا دخول وتسلل، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الدخول بواسل علي بن حمد بن جابر الغفران. وصلت في هذه اللحظات بواسل، وشكلها جميل وأداءها جميل بواسل، وأيضا يا بوي شوف لي رقم 12 القادمة هنا
غند لمحمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري وصلت على المركز الثاني، ولكن ريمة أبدا ما سلمت المركز الأول. وهذه ريمة مع المئتين متر، ريمة وغند تحاول اللحاق بريمة، ولكن ريمة تصر رغم ضغوط غند على المركز الأول. ريمة السلام مشاهدينا الأعزاء مع الشامسي، مع ابن عمير الشامسي، اللحظات الحاسمة، ولكن ريمة فازت، ريمة بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمالك ريمة، تهانينا والناموس لحمد بن مطر بن عمير الشامسي. المركز الثاني غند لمحمد بن مطر بن جديد المنصوري. المركز الثالث كان الوصول فيه من قبل قناعة لمحمد بن عبيد بن راشد الفهيدة. المركز الرابع وصلت فيه نوف لمحمد بن سعيد بن محمد العامري. المركز الخامس الذيبة لمحمد بن صالح بن نصره العامري. إذن هذه ريمة تصل إلى خط نهاية 6 دقائق 21 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك ريمة حمد بن مطر بن عمير الشامسي. المركز الثاني غند 6 دقائق 21 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري. المركز الثالث قناعة، توقيتها 6 دقائق 23 ثانية 35 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لعلي، أو تهانينا وناموس لمحمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. تهانينا وناموس